يحصلوا في الشتاء وكذا. الشتاء خير ربي، لو كان ما طيح الشتاء رانا كنا داخلين في الجفاف. يلفو صبر، الحمد لله عندنا دوكا الشتاء الحمد لله، هذه حاجه تاع ربي. بصح ماشي هذيك الحاجه تاع ربي نردوها شغل نتشائموا بها. تعودنا كل ما طيح الشتاء، الشتاء الله يبارك خير تاع ربي، نشوفوا امور يعني انسان راسو يحبس. تروح تدخل المارشي شغل دخلت سوبيرات الخضره، انا شفت الخضره بلي بري تاع الفاكهه. شوف انت يا الخضرات دي باسي 18000 19000، طوماطيش 18000، شلاضه 20000 يا اخي بزاف. جا الشتاء نضروا، جا الخريف نضروا، جا الصيف نضروا، احنا نضروا بعضنا بعض. ما درناش الشتاء، ما درنا الصيف، ما درنا الخريف. قبروا النهارات هادو نتاع الشتاء نتاع الموسم. لا كونطري الشتاء خير كبير الله يبارك. لا كي يطيح الشتاء تقفل الطريق، تولي شغل ما كانش وين تروح، يدخل الكما يمشي، ما كانش اليد العامله ثانيه ناس شويه. التمبيراتور جا حاجه كلش يحبس. كان بوليتيك بعيده يخموا بالك انه بالك منا يديروا لهم الحلول هاد الفلاحين، يديروا لهم حوايج وكانوا ما تطلعش الاسعار. كاين الخدامين كاين كلش، بصح باش تقول لي يحوسوا على الربح السريع برك. الشعب هذا ما يخدمش، الشعب هذا يتخاوي ما يخدمش باسكو الغلقه ما يخدمش. طاحت الشتاء ما كاش اللي يدخل يجبدها، هذا هو السيستم، يطلعوا لي بري كيما يحبوا. عم يخبوا فيها كي تطيح الشتاء يخرجوها يبيعوها بالغلا. باسكو عندهم دوك الفريغو يستوكيوها ومن بعد يبيعوا كما يحبوا. شاف الشتاء قدام منا ناس ما تخرجش من الدار، واللي يروح يجيب في المارشي يجيب كنقول انا خمسه ولا سته كاجوات تاع طوماطيش زكاره اخو، يجيب واحد ويزيد له في السوم اخو. مشكله راه كبير في الاحتكار. احنا نقولوا الله يهديهم باسكو هاد الناس اللي راهم يشروا هاد السلعه لو كان جاو فريمون قاسوا تقاسوا ما يشريهاش، يخليها له في الحانوت. الفلاحه والصناعه خموم بها من بعد، وكان دروكا ما تطلعش هاد الاسعار تاع الفواكه وتاع الخضر ومن. احنا هادي ماشي حجه، شوف لي كوميرسون هما اللي راهم دايرين كاع الشيء هذا، كي يحبوا يحبطوها يحبطوها، كي يحبوا يطلعوها يطلعوها. طونك ما كانش ما يديرولهمش لي فاكتور، لي فاكتور داشا تقعد هكذايا. لازم نفرقوا ما بين الفلاح والسماسري. السماسري شوف انا بلادنا واش راني نشوف فيها، شغل ولات شغل كنا بكري نشوفوا هكذا لي في موستر نتخيلوا بلي هذيك الجرأه ما كاش. كاين من هالجرأه باسكو الفلاح مسكين ما عنده ما يدير، الفلاح يضل يخدم مع الاخر واشنو يجي الكوميرسون 24 واش خدم هو في عام يديها. الواحد يرمي لابال الاخر، الفلاح يقول لك ما عندي شكون يخدم لي، الكروسيس يقول لك جابها لي غاليه يا اخي، ومن بعد شكون يخلصها؟ يخلصها الشعب، يخلصها الزوالي هو اللي يخلصها. ما عندناش مراقبه حنايا، يكذب لك يقول لك كاين مراقبه ما كاش. بلادنا فيها الخير خويا، يحوس باش يربح، بصح الربح يمدو ربي. المواطن هو اللي يخلص مسكين، المواطن بسيط. لازم الجهات المعنيه تخدم خدمتها. مشاهدينا الكرام كما تابعتوا معنا بعض صراحات المواطنين حول غلاء اسعار الخضر خاصه في موسم الشتاء، كاين اللي رجع السبب خاصه في نقص اليد العامله، وكاين اللي رجعها لتجار الجمله. وبهذا نكون نهينا هذا العدد.